أهلا بكم. منذ أكثر من عام حرضت قوات العمالقة وقوات أخرى مسنودة من الإمارات مناطق في الساحل الغربي من منطقة مخا وصولا إلى الدريهمي باتجاه الحديدة. ومنذ ذلك الحين يعيش المواطنون في تلك المناطق أوضاعا إنسانية صعبة، نزوح وقصف مستمر من قبل الحوثيين وتوقف للأعمال وحركة الحياة، بل وصل الأمر حد منع الصيادين من ممارسة أعمالهم وكسب أرزاقهم. يحدث كل هذا وسط تجاهل تام من قبل السلطات المحلية والحكومة وغياب لجهود التحالف والمنظمات الإغاثية في معالجة أوضاع المواطنين الإنسانية. الوضع في مدينة الحديدة ليس أفضل كثيرا من هذا الوضع، ورغم أن الحديدة تعد شريان الحياة للانقلابيين ونافذة دخول البضائع والمواد الإنسانية، إلا أن أبناء الحديدة ربما يكونون أقل المستفيدين من هذه الإغاثات. فمن يلتفت لمأساة الحديدة يا ترى؟ كل شيء متعثر في الحديدة عدا المأساة التي تتعاظم على امتداد جغرافيا المحافظة. اتفاقات السلام الأممية تترنح والهدن الهشة تفشل دائما في تخليص المواطنين في مناطق التماس من كابوس القصف العشوائي المكثف الذي تشنه ميليشيا الحوثي على المناطق والأحياء السكنية المحررة. بلدات عديدة تم تحريرها خلال العامين الماضيين لا تزال حتى اللحظة هدفاً يومياً لميليشيا الحوثي، ومئات المواطنين لقوا حتفهم في الدريهمي وحيس والتحيتة ومديريات أخرى بألغام وقذائف ورصاص الحوثيين. لم تتوقف قذائف الميليشيا عن حصد أرواح المدنيين، ولم يكلف المحررون أنفسهم إيجاد حل لهذه المأساة اليومية، وكأن ما يعنيهم هو السيطرة على الجغرافيا فقط، فيما يبقى الإنسان في هذه المناطق خارج كل الحسابات. مضت فترة طويلة منذ تحررت هذه البلدات، إلا أن الحياة فيها لا تزال متوقفة بسبب القصف المستمر الذي أدى إلى نزوح كثير من سكانها إلى مناطق أخرى، وبسبب عدم قيام السلطات بإعادة تطبيع الحياة فيها وتنظيم عمل السلطات المحلية. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الناس في مناطق الحديدة المحررة في ظل غياب لمسؤوليات وأدوار السلطة المحلية هناك وغياب المنظمات الإغاثية. فيما يبدو الحاضر الوحيد هنا هو الهلال الأحمر الإماراتي، وهو حضور تبقى حدوده مرسومة بأهداف السياسة وبأشياء أخرى. تمثل الحديدة الشريان الوحيد للمناطق الشمالية الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي باعتبارها ممر بضائع التجار والمساعدات الإغاثية التابعة للمنظمات الدولية. غير أن هذه الميزة لم تشفع لها ولم تخفف شيئا من معاناة أبنائها الذين يشاهدون مرور قوافل الأغذية والأدوية عبر محافظتهم إلى مستودعات مشرفي الميليشيا وهم الأكثر احتياجا لها. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ وديع عطا الصحفي والناشط الحقوقي. أهلا بك أستاذ وديع. مرحبا بكم والمشاهدين الكرام. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. إذا أستاذ وديع، دعنا ندخل بداية في يعني ضعنا في صورة عامة للوضع الميداني في محافظة الحديدة بشكل عام وفي المدينة بشكل خاص، ثم ندخل إلى الميداني تقصد عسكريا؟ نعم، كيف هي الأوضاع هناك بشكل عام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أهنئ إخواني وأهلي في مدينة في مديرية حيس وفي عموم تهامة بهذا الشهر الكريم، وأترحم على كل الشهداء الذين يموتون بشكل يومي تقريبا بالقذائف الحوثية وبالألغام التي زرعت بالآلاف في السهول التهامية، وللجرحى أيضا أتمنى الشفاء العاجل لمن هم الآن على الأسرة البيضاء سواء في عدن أو في المخا أو في القاهرة يتعالجون جراء هذه الإصابات وهذه الحرب التي يدفعون ثمنها كمدنيين. الوضع الميداني يقول بأن المواجهات لم تتوقف يوما من قبل الحوثيين، الهجومات اليومية، التفافات يومية تقريبا، يعني لا يكاد الناس يهدؤون في بيوتهم خصوصا في مديريتي التحيتة وحيس من قذائف الحوثي، لا يأمنون على حياتهم بشكل دائم. يعني هناك يعني استطيع ان اقول بان مدينتي بالتحديد التحيتة وحيس محاصرتين تماما حصارا كليا من قبل الحوثي، لانهم يحيطون بهم يعني احاطه شبه كليه،
مدينة حيس مثلا لا يبعد مدارس قوات العمالقة اللواء الحادي عشر واللواء السابع عشر، وأغلبهم من شباب مدينة حيس، يعني الذين تجندوا، وبينهم كذلك بعض المعلمين وبعض من توقفت رواتبهم واضطروا للتجنيد أيضا، أو اضطروا أيضا بالأصح أيضا للدفاع عن مدينتهم. لا تبعد إلا أقل من كيلومتر تقريبا أو هكذا، يعني في هذه الحدود. يعني تخيل يعني المواجهات، يعني أحيانا تكون المواجهات تكون وجها لوجه أحيانا مع 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 مدارس الحوثيين الذين هم يحيطون بمدينة حيس، خصوصا من جهة الشمال وخصوصا من جهة الجنوب والشرق. اليوم لم يعد من منفذ يربط مدينة حيس بالحياة إلا فقط المنفذ الشمالي الغربي الجنوبي تماما، وهو الخط الإسفلتي الذي يربطها بمدينة الخوخة. ومن حين إلى آخر أيضا يتعرض العابرين عبر هذا الطريق أيضا يعني لتفجيرات بعبوات ناسفة أو لألغام التي يزرعها الحوثيون. مدينة التحيتة كذلك تعاني نفس المعاناة كذلك، القذائف الحوثية لا تكاد تتوقف عنهم. المدينتين أيضا تشتركان في بعض المعاناة الإنسانية، بل في كلها يعني كذلك، انقطاع الكهرباء، انقطاع المياه، مشاريع المياه عندهم متعثرة. التواجد يكاد يكون نادر لمركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي إلا في بعض الشكليات التي فقط يعني تحضر إعلاميا وتغيب عن المساس بحياة الناس بشكل مباشر. يعني لأضرب لك مثلا، يعني بمدينة حيس مثلا الذي أنا متأكد منها، طوال سنة كاملة اليوم يعني طوال 15 شهرا منذ التحرير المزعوم لمدينة حيس حتى اليوم لم تصل مركز الملك سلمان للمحتاجين داخل مدينة حيس إلا سلة واحدة فقط، يعني مرة واحدة فقط في قافلة واحدة من الهلال الأحمر، واحدة إلى 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 حيس، سلة واحدة فقط منذ 15 شهرا. والأرقام الخيالية التي نسمعها في الإعلام لا أدري أين تذهب. يعني الهلال الأحمر الإماراتي أيضا لم يصل بالسلة الغذائية إلا ثلاث مرات فقط منذ 15 شهرا، إضافة إلى بعض السبورات والأشياء القرطاسية المدرسية، حينما قرر الآباء في الأخير أن يلحقوا أبنائهم بالتعليم بعد سنة ونصف من توقيف الدراسة في مدينة حيس، سنة ونصف أو سنتين تقريبا متوقفين الناس عن التدريس. في الأخير اضطر الآباء بعد أن قام بعض الشباب مشكورين ببعض يعني بدراسة ميدانية واستبيان أيضا على الأهالي ومروا ووجدوا أن 4000 طالب من إجمالي 12000 تقريبا يرغبون بالدراسة رغم كل التهديدات الخطيرة التي تحيط بهم، فاضطروا أن يذهبوا إلى بيوت النازحين الفارغة الآن أصبحت، وبعض المساجد والجوامع أيضا فتحت أبوابها لاستقبال بعض الفصول الأساسي الإعدادي يعني والثانوي، حيث تعيش وضع مأساوي تماما. يعني كانوا يعيشون الخوف أيام الحوثي، نعم الخوف من الاعتقال، اليوم يعيشون الخوف من الموت كذلك من قبل الحوثي على مرأة ومن التحالف على الرغم من وجود هنا قوات. يا أخي قبل أسبوعين الشباب دحروا قوات الحوثي إلى ما بعد متارسهم، إلى ما بعد المتارس المعتادة للحوثيين، لكنهم عادوا. لماذا عدتم؟ قالوا أنه ليس هناك أوامر بأن نبقى إلى حيث وصلنا ونخشى أن يعود الطيران ليقصفنا. الطيران يغيب أسابيع عن أجواء مدينة حيس. يعني أنت تشير أيضا إلى خلل في التنسيق مع التحالف ما بين الجيش أو يعني الألوية الموجودة هناك ومع التحالف العربي. لا أقصد الخلل في التنسيق، يعني أنا أبرئ ساحة الشباب في مدينة حيس وفي التحيتة وفي يعني لأن أبناء العمالقة الآن الذين يحيطون بالتحيتة ويحيطون بحيس هم من أبناء تهامة في أغلبهم، أصلا في أغلبهم هم من أبناء هذه المناطق التي خرجوا وتجندوا، حتى الذين لم يحملوا السلاح في عمرهم كله، يعني خرجوا ليحملوا السلاح دفاعا عن أهلهم وشرفهم وعرضهم، ويرفعون الإحداثية أولا بأول. وكل يوم نتلقى عبر الواتس يعني أماكن تواجد الحوثيين وأين من أين يحشدون، خصوصا من المناطق الشرقية القادمة من قبل العدين ومن قبل شرعب وشمير. هذه الجبال تطل على مدينة حيس وتغذي الجبهة المؤدية إلى حيس وتجعلها كما لو كانت محاطة يعني تماما. الخوف اليوم يقتل أبناء حيس، مأساة ومعاناة حقيقية داخل مدينة حيس والله لا يعلم بها إلا الله، الناس لا ينامون. طيب سندخل إلى تفاصيل هذه المعاناة، لكن قبل ذلك تحدثنا عن الوضع الميداني بشكل عام في أرجاء المحافظة أو الأرجاء الجنوبية من المحافظة، ماذا عن بقية المناطق في الحديدة في المحافظة بشكل عام وفي المدينة؟ نعم كنت سأذهب أيضا إلى مدينة الدريهمي التي أصبحت اليوم منقسمة كمدينة كذلك، منقسمة إلى كانتونات، كانتون يتبع الحوثيين وكانتون أيضا يتبع الشرعية. اليوم يعني مدينة الدريهمي تكاد تكون خالية من بعض يعني من كثير من الناس الذين نزحوا منها أو أصبحوا في سيطرة يعني في مناطق سيطرة الشرعية،
لكن لا تصل إليهم الإغاثات بشكل منتظم، ولا ينتظم يعني ووضعهم الصحي كذلك، يعني من حيث الخدمات، من حيث الأمور المعيشية ليست منتظمة كما هو الحال مثلا في مدينة كالخوخة. الخوخة اليوم إلى حد ما تعتبر أفضل منطقة، إلى حد ما تعتبر أفضل منطقة، مع أن أمنيا حتى الآن لم يستقر. وكانت هناك حوادث مؤخرا فيها. هناك حوادث فيها. أعتقد بأنها فردية أيضا، لكن الأمور تمضي إلى الإيجاب في الخوخة. كنموذج جيد في هذه المنطقة في من حيث ولا أبناءها لها وحرصهم على الأمن فيها. الخوخة يعني الاندحار الحوثيين لما بعد حيس وأطراف حيس، أما الخوخة كثير يعني المعاناة تدفعها اليوم حيس كذلك هي أيضا ضريبة لتأمين الخوخة. والخوخة منطقة مهمة أيضا تهمنا جميعا، لأن أصبحت مؤخرة يعني مهمة جدا لكل الحديدة وليس لحيس فقط. يعني اليوم البضائع، الخدمات، المرضى، الإسعافات كلها تمر عبر الخوخة، ويهمنا أيضا أن يتعزز الأمن داخل مدينة الخوخة والخدمات فيها. لكن أيضا هناك معاناة للنازحين من أبناء حيس وأبناء المناطق الجنوبية أيضا في أكبر مخيم استوعب النازحين بسبب الحرب موجودين في الخوخة كذلك، ليس هناك من استيعاب حقيقي. زيارة مكوكية تصحب فقط بالكاميرات الإعلامية التي تجعل من التضخيم يعني يجعل الناس يشعرون وكأن النازحين مرتاحين جدا، بينما حتى نازحين داخل مدينة عدن نفسها يعانون من سوء التغذية، بل أن هناك نسبة معتبرة داخل النازحين من أبناء الحديدة في الخوخة كذلك يعانون من سوء التغذية. وصرح مدير مكتب الصحة والمسؤولين على الصحة في الحديدة في الخوخة بأنهم يعانون عجزا أيضا عن استقبال مزيد من الحالات. أيضا كذلك اذهب إلى شمال الحديدة كذلك، هناك حالات اعتقال عشوائي مستمرة، تغيب إعلامي تماما، حالة مجاعة مستمرة في مناطق شمال الحديدة. يعني المناطق التي يتواجد فيها الحوثيون يفرضون عليها تعتيما يعني إعلاميا، ويمنعون الوصول من المنظمات، يعني إذا كانوا يمنعون الأمم المتحدة، يمنعون الفريق الأممي المنتدب مثلا من الوصول إلى مطاحن وهي داخل مدينة الحديدة جغرافيا أو إداريا، فكيف بالذي يرغب أيضا عن إنقاذ الناس المحاصرين تقريبا أو المعتقلين في قبضة الحوثيين في مناطق شمال الحديدة؟ طيب دعنا في هذه النقطة سيد وديع، نشرك معنا في الحوار السيد صادق بجاش رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي في حيس، ينضم لنا عبر الهاتف الآن. ورحب بك سيد بجاش. إذا بداية انقل لنا الصورة، ما هي الأوضاع في المناطق المحررة في محافظة الحديدة؟ يعني ضعنا بصورة أكبر للوضع الميداني هناك بعد الصورة التي نقلها لنا الأستاذ وديع هنا. أولا أحييكم يعني جدا وأشكر طاقم البرنامج، أشكر الأخ وديع وأشكركم. طبعا معاناة تهامة والمناطق المحررة يعني معاناة كبيرة جدا، يعني المواطن الآن أصبح ضحية يعني عدم استكمال التحرير. يعني مركز المدينة فقط هو المحرر، مركز المدينة فقط المحرر، يعني 500 متر يوجد الحوثي، القصف يوميا على المواطنين الأبرياء بالهاونات والهوزار. هذا الشيء يعني جعل يعني غصة، نحن لا نريد تحرير منقوص، نحتاج إلى الأمن والأمان للمواطن في تهامة. أبناء تهامة جياع مساكين، يعني ما فيش عندهم رأس مال، يعني يعيشون على الزراعة. الزراعة توقفت تماما بسبب الحصار والألغام الموجودة في الأراضي. طيب في هذا السياق، أمام كل ذلك، ما الذي قدم لهؤلاء يعني للناس في هذه المناطق للتخفيف من معاناتهم من قبل السلطة المحلية؟ الآن السلطة المحلية ما زال يعني دورها مشلول. إلا بعض، مثلا رئيس المجلس المحلي الآن يتابع بعض المشاريع. معنا الآن مشروع مياه يعني معطل تماما، مشروع مياه الدنين معطل تماما، مثل بقية المناطق معظم المشاريع معطلة. نحن الآن في صدد نحتاج إلى دعم للمجالس المحلية، دعم على أساس أنها تنزل إلى المواطن و
وتقدم خدمات مثل رفع القمامات، مثل توفير الأدوية. ما فيش أدوية للمواطنين، يعني القرعة ب7000 ريال قرعة ملاريا يشتريها من برا على المواطن، ما فيش في نحتاج إلى مياه، نحتاج إلى كهرباء، نحتاج إلى حفر آبار جديدة بدل الآبار الذي انتهت، آبارنا انتهت، آبار المياه، مياه الشرب. طيب في سياق الحديث عن أداء السلطة المحلية بهذا السياق، هل هناك نزول ميداني للمسؤولين في السلطة، للمحافظ مثلا للوكلاء إلى هذه المناطق لمعرفة احتياجات الناس، لمعرفة ما الذي يريدونه؟ ما هو مدى التنسيق معهم؟ النزول بعيد، يعني بعيد المدى، مثلا كل 4 أشهر 3 أشهر، يعني زيارة خاطفة ويروح على طول المسؤول المحافظ، ما يجتمعش بالمجلس المحلي، ما فيش اجتماع، ما فيش اجتماع المحافظ، ما عملش اجتماع لكل مجلس محلي وجلس ناقش الهموم. يعني المحافظ جالس في عدن، نحن يا أخي بحاجة إلى مكتب مجالس محلية في الخوخة، على الأقل في الخوخة منطقة قريبة إلى المناطق المحررة في تهامة. المواطن الفقير لا يستطيع الذهاب إلى عدن ليقدم شكواه أو ليقدم طلبات الخدمات التي يطلبها. فالمجلس المحلي أخي كما قلت لك بعيد، يعني متناول، يعني كل واحد مننا ماسك من السكة طرف. الله المستعان. أشكرك سيد صادق بجاش، رئيس لجنة الحريات بالمجلس، الخدمات بالمجلس المحلي في حيث، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إليك سيد وديع، أيضا يعني قدم لنا صورة من الميدان بشكل أكبر، ربما يتحدث عن مشاريع المياه معطلة تماما، يحتاجون للمياه والآبار، المحافظ لا ينزل، أيضا السلطة المحلية غير متواجدة. نعم، أنا أثني على ما قاله أيضا الأستاذ صادق، يعني لأنه يتحمل شخصيا أيضا عبء إدارة يعني لجنة الخدمات، ليس فقط في مسألة السلطة المحلية كذلك، بل أيضا يدير البراميل الخيرية التي تصل عن طريق بعض المنظمات لتغذية الناس كبديل مؤقت على الأساس. البديل المؤقت هذا اليوم ممتد إلى 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 سنة كاملة، بينما المشروع الوحيد الذي حرر مرتين بالمناسبة وهو الدنين، لا يبعد سوى 15 كيلو يعني عن مدينة حيس غربا، وقد حرر مرتين وعاد إليه الحوثيون بالتفافات أيضا، والتحالف يتفرج، بينما يستطيع أيضا أن الناس أصبحوا أن يؤمنه أيضا، أن يؤمنه، يستطيعون اللواء، يعني العميد أحمد الكوكباني قد حرره مرتين كقوة تابعة للواء الأول تهامة. أضف إلى ذلك بأن هناك أيضا بعض الأهالي بمبادرات خيرية أيضا بدأوا لإحياء بعض الآبار القديمة، كبئر مثلا مركزي في مدينة حيس وسطها. منذ أسبوعين تصلني مناشدات بأن الغطاسة والدينامو المضخة الوحيدة التي لديهم تعطلت، وهي يعني تنفع 3 جوامع مركزية داخل مدينة حيس، بالإضافة إلى بعض الحارات أيضا وسط مدينة حيس، لا يجدوا، قيمتها 3100 دولار فقط، لم يجدوا من ينقذهم فيها، مع أنهم رفعوا هذه المناشدات أيضا إلى الجهات الرسمية. المحافظ أيضا، أنا أتمنى أيضا ومن خلالكم أيضا أن يتكرم أيضا بأن يقوم بواجبه، أيضا بأن ينتدب مثلا القائمين بمديرية حيس، المسؤولين الرسميين كمدير المديرية وغيرهم، أيضا أن يكون لهم على الأقل زيارات أسبوعية إلى مدينة حيس، يعني إذا ما تعذروا مثلا بمسألة البقاء في عدن لمتابعة الخدمات الخاصة بحيس، لكن ما من خدمات أصلا يمسها الناس. هناك طلبات ترفع للهلال الأحمر الإماراتي، هناك طلبات ترفع للمحافظة، لكنها تتعثر عند المالية، تتعثر عند المعنيين داخل عدن. ما هي المبررات؟ يعني لماذا لا يتواجد المحافظ بداخل المناطق التي يحتاج فيها الناس إلى تواجده فيها؟ لماذا هذه الصعوبة في وصول الخدمات؟ المبررات يعني عادة نحن حينما نتواصل أيضا مع بعض المسؤولين، وحتى ناشدنا أيضا مرات، أنا شخصيا ناشدت أيضا وزير المياه وهو ابن الحديدة كذلك الدكتور عزي هبة الله شريم، فجاءت المبررات بأن الموضوع أمنيا، يعني أن المانع الأمني هو الذي يحول دون وصول ليس المسؤولين الحكوميين فقط، حتى المنظمات الحكومية، المنظمات الدولية مثلا مثل رؤية أمل التابعة لبرنامج الأغذية العالمي تقريبا متواجدة بشكل شبه دائم على فكرة، لكن عبر بعض الشباب.
يعني هناك ناشطين من أبناء مدينة حيس وأبناء مدينة التحيتة وأبناء مدينة الدريهمي وأبناء هذه المدن التي يقال عنها محررة أيضا، جاهزين كل الجاهزية كذلك لأن يكونوا لجان عمل ميداني لأي منظمة ولتنفيذ أي خطة ممكن أن تملى عليهم من قبل السلطات المعنية الرسمية، جاهزين للعمل بالتعاقدات حتى، جاهزين للعمل حتى كتطوع، لكن ليس هناك من إرادة حقيقية لإشعار الناس بأن التحرير ثمرة إيجابية. اليوم بعض الناس أصبحوا يلعنون هذا التحرير، ويؤسفني أن أقول هذا الكلام. اليوم الحوثيين يعني أبناء حيس للأسف الذين هم لا يزالوا في أبناء تهامة بشكل عام الذين لا يزالوا في صف الحوثي يعايروننا اليوم بأننا اليوم أصبحنا ندفع ثمن خروجهم من عندنا وكأننا كنا في أمان منهم. كان الناس يخافون الاختطاف، يخافون الاعتقال، يخافون التهديد، لكن الخدمات كانت منتظمة إلى حد ما، صحياً، مشروع المياه، الأمور الأمنية كانت منضبطة بشكل كبير. اليوم ما فيش دولة متواجدة داخل مدينة حيس، ما فيش دولة، في جماعات تتبع ألوية العمالقة هي التي ماسكة الأمن داخل مدينة حيس. مدير الأمن حتى اليوم يعني يرفض أن يصرح ما هي أسباب دخوله إلى حيس، لأسباب أمنية ربما، بسبب تصنيفه على جهة معينة، تصنيفه سياسيا من قبل بعض القائمين على حيس من خارجها. وبعض أيضا الإخوة أيضا الذي هم متشددين أيضا ويروا بأنهم أولى بأن يديروا حيس كونهم يعني حرروها، هم الذين هم ماسكين بزمام الأمن داخل مدينة حيس. نحن نقول بأنها فرصة لهم أن يقدموا نموذجا إيجابيا أيضا لإدارة الأمن في حيس، واحترام القانون كذلك، وأن يكونوا نموذجا لغيرهم من المناطق. لكن في كل الأحوال لا يمكن أن يكون أحد مهما كان أو أي جهة بديل عن الدولة. نطالب بتواجد الدولة لأنه عبء كبير في نهاية المطاف. نعم يا أخي، عبء كبير. مكتبة التربية حتى الآن لم ينتظم داخل مدينة حيس، فقط يعني إلا ببعض المشاريع التي تستطيع أن تقول بأنها إسعافية. يعني اليوم مسؤولية التربية والتعليم يداومون داخل جوامع، داخل جامع حيس، جامع الدقاق والجامع الكبير والجوامع هذه، أو بعض البيوت النازحة التي يدرس فيها بعض المدرسين. رواتبهم غير منتظمة، بعض المدرسين النازحين لأسباب أمنية كذلك اليوم مطالبين بالعودة، والوضع كما نراه جميعا أيضا، وقد يتعرضون للخصم لأسباب قد تبدو منطقية كذلك، غائب بينما زملائه يداومون يعني يخسر يتم الخصم. أيوة، بينما مبرره الأمني كذلك هو مبرر نفس المسؤولين الغائبين عن حيس كذلك. يعني هل روح المعلم الخائف على أولاده مثلا يعني كذلك يعني ستكون أقل من روح المحافظ وروح مدير المديرية وروح مدير مكتب التربية ومدير والمسؤولين الغائبين عن مدينة حيس لأسباب أمنية؟ هذا تصور ربما يجب أن يجيب عليه المسؤولون في نعم، المحافظة والسلطة المحلية هناك. طيب دعنا نشارك معنا في هذا الحوار الآن أستاذ وديع الناشط السياسي سيد طارق سرور الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بك سيد طارق. أستاذ طارق هل تسمعني؟ مرحبا أخي كريم، أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن أستاذ طارق، في سياق الحديث عن الوضع الميداني وسياق الحديث في محافظة الحديدة بشكل عام وفي الحديدة كمدينة بشكل خاص، وفي سياق الحديث على أن هناك اتفاقات لوقف إطلاق النار هناك وما شابه، الآن عندما نتحدث عن الكثير من المناطق في الحديدة وقد كان يشرح ذلك الأستاذ وديع قبل قليل، الوضع الميداني ما زالت هناك فيه الكثير من علامات الاستفهام، مسألة الوضع الإنساني بداخل المحافظة شديد الصعوبة، المنظمات الإغاثية لا تستطيع الوصول إلى الكثير من المناطق. ما الذي استفاده سكان المحافظة بشكل عام والمدينة مدينة الحديدة بشكل خاص من مسألة اتفاق وقف إطلاق النار وجهود المبعوث الأممي فيما يتعلق بملف الحديدة؟ أخي الكريم، المتضرر الأول من اتفاق ستوكهولم هم السكان المدنيين لمدينة الحديدة ولمحافظة الحديدة بشكل عام. منذ توقيع هذا الاتفاق كان هناك أضرار كبيرة على المدنيين، كان هناك المئات من الشهداء، كان هناك تجاوز لهذا الاتفاق من قبل الميليشيات بشكل شبه يومي، كان هناك حصار على المدنيين يتعرضوا يوميا للألغام وللمتفجرات وللقذف بالكاتيوشا والأسلحة المتوسطة والخفيفة، سواء في أطراف مدينة الحديدة، في مدينة الصالح،
في منطقة كيلو 10 في الدريهمي في حيش في الجبلية، استشهد المئات أو العشرات من الأطفال والنساء منذ هذا الاتفاق، والمواطنين لا يستطيعون ممارسة أعمالهم البسيطة بالاتجاه إلى مزارعهم أو بالاتجاه إلى متاجرهم أو لقضاء حاجاتهم الأساسية، فصار الوضع فعلا صعب جدا، وضع إنساني مؤلم. لا تصل أيضا المنظمات الدولية الإغاثية، وبالتالي أصبحوا محاصرين. فاتفاق ستوكهولم عمل على معاناة اليمنيين بشكل كبير، بالرغم من أن العنوان الأساسي لهذا الاتفاق كان هو الناحية الإنسانية والنواحي الإنسانية، وهذا الذي جعلنا نتحمله على مضض، ولكن للأسف الشديد زادت وتفاقمت المعاناة الإنسانية، وصار المواطن التهامي هو الأكثر تضررا من هذا الاتفاق. تمكنت الميليشيات من ترتيب نفسها، تمكنت من إعادة تموضعها في عمليات الحشد من مناطق مختلفة وترتيب وتقطيع المدينة إلى كانتونات، استمرت في تلغيم الأحياء وفي تفخيخها، استمرت في كما ذكرت التحشيد والهجوم على مناطق حيش، على مناطق الدريهمي، على مناطق الجبلية، مناطق الفازة، وعلى أطراف المدينة. وهذا إلى اليوم تمت المسرحية الهزلية النسخة المكررة من المسرحية الهزلية الأولى، لكن هذه المرة بالموافقة الأممية والموافقة البريطانية في دور غير مقبول لغريفيث. وللأسف الشديد هناك تواطؤ من قبل التحالف، وهناك أيضا تماهي وقبول من قبل الشرعية، والضحية هي الحديدة وسكانها للأسف الشديد. لكن في سياق آخر، يعني وقبل قليل طرح هنا وأشار لذلك السيد وديع عطا في مداخلته إلى أن هناك الكثير من السكان من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، أو من هم موالون للحوثيين، يقولون لأولئك المتواجدين في مناطق سيطرة الشرعية أنه قارنوا بين الوضع عندما كان الحوثيون موجودون، هناك خدمات كانت تتواجد، ليس هناك قصف على المدينة، الآن أنتم بعيدون عن الخدمات، ليس هناك مشروع مياه كما يتحدث السيد صادق بجاش في هذه المناطق، خدمات التعليم متوقفة ومتعثرة بشكل كبير. أيضا في مناطق سيطرة الشرعية هناك تخاذل كبير، بعيدا عن يعني مناطق الخلاف المتعلقة بالاتفاق الأممي، كيف تفسر ذلك؟ نعم أخي، أتفق معهم. هذه ضريبة التحرير المنقوص، التحرير الغير كامل. كما ذكرت مدينة حيش مثلا، أو مدينة حيش حرر منها فقط مركز المدينة، بينما بقية كل أجزاء المديرية سيطرة الميليشيات الحوثيين، وهم يعتدوا يوميا أو بشكل يومي على مركز المدينة. بالإضافة مدينة حيش تم تحرير أيضا أطراف المديرية، بينما مركز المدينة مع ميليشيات الحوثة. الدريهمي تم تحرير أيضا ما حول المديرية ومركز المدينة مع الميليشيات الحوثية. بالتالي فاقم هذا الوضع من معاناة المدنيين فعلا، على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا لم تتوفر الخدمات، لكن يتوفر إلى حد ما يعني وجود هيبة هذه الميليشيات التي تحاول أن تتصرف كدولة إلى حد ما. وبينما في المناطق المحررة الناس لم يجدوا سلطة تحميهم أو سلطة يلجأوا إليها، وجود هناك نوع من التفلت ونوع من الفوضى ونوع من البلطجة، يعني نستطيع أن نسمي ذلك، بالإضافة إلى عدم وجود السلطة المحلية بشكل قوي. كان كنا نأمل من السلطة المحلية أن تجعل من مدينة الخوخة، وهي المديرية الوحيدة المحررة بشكل كامل، مركزا إيجابيا ونموذجا إيجابيا لما يجب أن تكون عليه السلطة المحلية بعد التحرير في محافظة الحديدة. كان يجب أن تتواجد السلطة المحلية في الخوخة وتقدم خدماتها وتقفي مقدمتها خدمات الأمن وخدمات التربية وخدمات الصحة، ولكن للأسف الشديد إلى الآن السلطة المحلية مترددة في ذلك، وما يزيد أيضا معاناة المواطنين.
يفتقدوا إلى الكهرباء، يفتقدوا إلى المياه بشكل جيد، يفتقدوا إلى الخدمات العامة، إلى استخراج الهويات، إلى استخراج الجوازات، يلجأوا إلى الوصول إلى عدن، وما يكلفهم ذلك من مبالغ طائلة ومعاناة كبيرة حتى في الدخول أو الاستقرار في مدينة عدن. بالتالي نحمل السلطة المحلية والحكومة، حكومة الشرعية، يجب أن تتحمل مسؤوليتها، يجب أن تفرض هيبة الدولة، يجب أن تقدم نموذج إيجابي لما ينتظره الناس من الشرعية في هذه المديريات، وبالأخص مديرية الخوخة كونها هي المديرية الوحيدة المحررة في محافظة الحديدة. طيب، وقد تحدثت عن مسألة غياب السلطة المحلية، برأيك هل يعني ما هي المبررات التي تطرح من قبل المحافظ مثلا او الوكلاء يعني وكلاء في محافظة الحديدة، لماذا لم يعودوا الى الان الى المناطق المحررة لكي يعني يتفهموا احتياجات المواطنين، يكونوا مع المواطنين ويعيشوا معاناتهم، وكذلك لكي يؤدي واجبهم الإداري في نهاية المطاف؟ أخي الكريم، نحن وإن كنا نقول أن هناك تقصير من السلطة المحلية وهو تقصير واضح، ولكن ليس كل العتب عليهم يستمر أو يمتد العتب إلى الحكومة الشرعية، مثلا برئيس الحكومة، مثلا باللجنة العليا للإغاثة، بالوزارات الخدمية لهذه الحكومة التي يجب أيضا أن تولي محافظة الحديدة اهتمام أكبر، والمديريات المحررة تقدم لها الخدمات، تشكل لها لجنة وزارية تراقب الإغاثة فيها. أيضا يمتد العتب إلى التحالف، والمسؤول عن التحالف في الساحل الغربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. يجب أن تدعم السلطة المحلية وأن يكون التنسيق مع السلطة المحلية في إقامة المشاريع وفي تنفيذ بعض الخدمات التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي بمعزل عن السلطة المحلية. يجب أن يكون هناك كما قلت تنسيق وترتيب وتدعيم سلطة الدولة بحيث تفرض هيبتها وبحيث تستطيع أن تقدم خدماتها إلى المواطن. إذن مثلث التقصير يتكون من السلطة المحلية وهي الأساس، ثم الحكومة الشرعية، ثم التحالف العربي الذي يسيطر على منطقة الساحل الغربي ويشرف عليها. أشكرك سيد طارق سرور الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بعودة إليك أستاذ وديع، في سياق الحديث بشكل عام عن اتفاق سوكهون، ما يتعلق منه باتفاق الحديدة، كان الضغط الدولي كبير على وقف المعارك في شهر ديسمبر، كان هناك محاولات قرارات أممية، ومن ثم كان اتفاق سوكهولم الذي دعم بقرارات أممية بعد ذلك. هل استفاد المدنيون بالشكل الذي كان مرادا في ذلك الوقت من هذا الاتفاق إلى الآن؟ على العكس تماما، لم يستفد المدنيون أبدا، بل دفعوا الثمن أكثر يعني لهذا الاتفاق الذي بدا وكأنهم معزولين تماما عن مقتضاه. يعني اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة يعني فصل مدن، يعني فصل مدينة محافظة الحديدة عن بعضها، يعني وكأنه معني بالحديدة الميناء وليس بالحديدة الإنسان والأرض. داخل مدينة الحديدة فقط، يعني مثلا أستطيع أن أقول بأن الأجزاء الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة نفسها أيضا تعاني معاناة أشبه بما يعانيه أبناء حيس والتحيتة، كذلك الربصة وسكان الخمسين، وهذه المناطق يعني تسقط عليهم القذائف من حين إلى آخر وتقذف يعني ويتمركز من وسطهم الحوثيون كذلك لاستهداف القوات الشرعية. هذه المناطق يعني جريفيث يقوم بعمل مشبوه على مستوى اليمن كله، وفي الحديدة كذلك فصل حتى جنوبها عن وسطها. يعني حينما يتحدث يعني عن خروقات الذي يقوم بها الحوثيين، وكأن الذين يموتون في حيس والتحيتة والصواريخ تنهال على الخوخة من حين إلى آخر أيضا وكأنها لا تعنيه، وكأن معاناة أبناء الدريهمي كذلك لا تعنيه، وكأن الاعتقالات التي تتم في زبيد وفي بيت الفقيه وفي الحسينية وفي هذه المناطق في جبل راس لا تعنيه كذلك. يعني هو في سياق الحديث دوما ما يكون هناك إشارة إلى أهمية وقف المعارك بشكل عام، لكن التركيز كما يقول كثيرون على المناطق بداخل المدينة، لأنه وهذا التبرير لهم، لأن الممر دخول الإغاثات الإنسانية، الممر الاقتصادي لليمن يبر عبر هذه المناطق. شوف، النظرة البراغماتية الخاصة لاتفاق ستوكهولم ومسألة الاستفادة السياسية للطرفين داخل مدينة الحديدة كحوثيين وكشرعية بمعزل عن الإنسان، هذا يجعله يعني مفروغ إخلاقيا، يعني
لابد أن يرتبط اتفاق ستوكهولم أيضا بمدى استفادة الإنسان منه كذلك. لابد الإنسان أن في الحديدة. الإنسان بالحديدة بل وفي اليمن بشكل عام كذلك. الحديدة في الأخير هي تمثل كل ما عداها من المحافظات التي يستفيد منها، لأنها تمثل 70% من الحركة التجارية والحركة الإنسانية التي تغذي بقية المحافظات. على الأقل 16 إلى 14 محافظة يستفيد من مدينة الحديدة على الأقل. يعني أنا أفهم منك الآن أن لو كانت استمرت المعارك كان الوضع سيكون أفضل؟ نعم يا أخي، لأنه أنا دائما في كل منشوراتي وفي كل كتاباتي أقول بأن الحسم ضرورة إنسانية. لماذا الحسم ضرورة إنسانية وقد يراه البعض بأنه يعني حث على الحرب؟ أقول نعم، لأن ضريبته ستكون أقل. اليوم المعاناة والنزوح التي جاءت من بعد اتفاق ستوكهولم أصبحت الفاتورة مضاعفة على الناس، القتلى تزايدوا. يعني إذا هناك إحصائية يعني أقدمها لك ستكون بالعشرات، من يعني بل بالمئات، الجرحى والبيوت المهدمة والقذائف اليومية التي تسقط على رؤوس الناس داخل مدينة الحديدة التي تقصدها أنت يعني كاتفاق إجرائي، أو حتى جنوبها كذلك. لكن دعني في هذا السياق أيضا أحمل المسؤولية الشرعية كذلك لقيادة المحافظة أولا، التي يجب أن تستخدم أيضا الورقة الشعبية لاستفزاز الشارع اليمني والشارع الدولي كذلك والرأي العام الدولي كذلك، لتلفت النظر إلى المعاناة. يعني كيف يمكن على الأقل يا أخي تنظيم مظاهرات داخل العاصمة صنعاء من قبل النازحين أبناء الحديدة؟ وأنا هنا أيضا أناشدهم بأن يخرجوا داخل العاصمة عدن في مظاهرات تلفت النظر إلى معاناة أبنائهم. إلى متى سيظلوا نازحين؟ اليوم أنا أحدثك ولدي أهلي أبي وأمي لهم سنة كاملة داخل عدن في أبي النازحين، وكثير من الأقارب والأهل في المناطق التي يعني تشهد صراعات من بعد التحرير الذي المزعوم الذي كنا نقول عنه منقوص. هو ليس تحريرا كاملا يعني، ولا حتى تحريرا نتشرف به حتى الآن، يعني هو فقط تحرير يعني كإعلان إعلامي فقط، لكن كاستفادة إنسانية واستفادة تنموية حتى الآن لم نشهد ذلك. يتم التعامل معنا كما لو كنا في مخيمات نازحين ونحن داخل هذه المدن التاريخية العتيقة التي عمر أصغرها أكبر من عمر الإمارات. نحن يعبث بنا إنسانيا ويعبث بنا سياسيا، معزولين تماما عن اهتمام الشرعية واهتمام المجتمع الدولي، وكأنه ليس إنسان. يموت شخص داخل أمريكا ولا داخل أوروبا يتضامن معه كل الدول العربية وتضج له الإعلام العربي، بينما يموت الناس داخل جنوب الحديدة وفي مدينة الحديدة يعانوا وتحاصر تعز ولا أحد يلتفت إلينا. لكن نحن الذين أصلا يعني نسمح للشرعية بأن تتساهل لنا، يستمتعون داخل الفنادق ويفيدون أبنائهم إلى إسطنبول وقطر وكل مناطق والقاهرة والرياض، بينما الناس يموتون داخل حرارة الطقس داخل مدينة الحديدة وما سواها. دعني أقدم لك صورة إن يسمح وقتك عن تفضل. كيف يعني يقضي الناس يومهم في حيس مثلا، كحيس كوني أبناء هذه المنطقة، يعني بيوت إسمنتية حرارة الشمس لا تقل عن 40 إلى 50 درجة من الحرارة. في يعني عادة نحن في مثل هذه الأيام ننام فيما تسمى بالعشش والسقائف، المناطق هذه التي يدخل إليها الهواء الطبيعي، يعني تحت الأشجار ننام، يعني تحت الجدران بظلها نستظل وننام بشكل طبيعي يعني كالناس البسطاء. لكن اليوم الناس تحت رهبة الخوف مني يعني من قذائف الحوثي التي لا يعرفون متى ستهطل عليهم، ينامون داخل بيوتهم الإسمنتية فتتحول كما لو كانت أفران إسمنتية طبيعية. تخيل معاناة الناس، أصحاب الفشل الكلوي، أصحاب ضيق التنفس، أصحاب السل، تخيل معاناة الناس هؤلاء، تخيل معاناة أصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يستطيعوا على الأقل أن يسعفوهم إلى الحديدة أو إلى زبيد لغسل الكلى مثلا بسبب هذه التعثرات. الوضع الإنساني مزري ومدمي ويجعلنا نلعن كذلك يعني لحظة التحرير. للأسف اليوم بعض الناس من أبناء حيس يلعنوا هذا لحظة التحرير، وهذا قد يعجب الحوثيين ويجعلهم يشمتون فينا، لكننا ايضا نلعن الحوثي ونلعن من جاء به الى 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 الى, إلى اليمن. المعاناة الإنسانية كبيرة بكل تأكيد استاذ وديع. تحدثت قبل قليل عن النازحين، هذه ربما قصة اخرى ايضا. مناطق توزع يعني مناطق التي يذهب اليها النازحون من اثار الحرب او من الحرب التي كانت تشهدها المحافظة بشكل عام، اين ابرز هذه المناطق وكيف يعني ما هي أبرز المطالب لديهم الآن؟ وقد أشرت إلى بعضها قبل قليل أنت في حديثك. سؤال جميل. دعني قبل الإجابة ألفت أيضا النظر إلى مسألة إنسانية كذلك مهمة. تفضل. أن كثير من القرى بل عشرات ومئات القرى الريفية الآن هي في حكم المحاصرة والمغيبة تماما عن الإعلام والاهتمام الإنساني في قبضة الحوثيين. يسام أبنائها سوء العذاب من قبل الحوثيين، ويتم استخدام أبنائهم بشكل قهري للتجنيد في صفوف الحوثيين، ويقدمونهم كما لو كانوا حطب ووقود.
أبناء المناطق المحيطة بنا من شمير وشرعب كذلك تستخدم كذلك بشكل قهري ومحاصرة، وكان سوقهم حيس، المناطق القريبة من حيس سوقهم حيس كانت، اليوم أصبحوا لا يستطيعون الوصول إلى حيس وبينه وبينهم كيلومترات. اليوم المناطق التي المناطق الريفية في شرق حيس لا تجد يعني لا تجد من يمكن أن يوصل إليهم حتى حبة دواء، وأصبح سوقهم اليوم جبل راس. نعم أنا ألفت أن أريد أن ألفت نظر المنظمات الدولية والشرعية والمنظمات الإنسانية أن يهتموا بأبناء الريف، لأنهم هم أصلا بنك الوجع الحقيقي للمدن التي يشكلوا عبء عليها. اليوم هؤلاء أبناء الريف إذا تسربوا تسربا يذهبوا إلى حيس أو الخوخة أو المناطق التي أصلا هي يعني مثقلة إنسانيا. فيما يتعلق بالنازحين كذلك، الخوخة تعتبر أكبر مركز لاستقبال النازحين على مستوى محافظة الحديدة، ولا تزال حتى اللحظة تعاني أيضا من نقص وفجوة كبيرة في مسألة يعني الفراغ الإنساني والخدمات. عدن كذلك المركز الثاني، أستطيع أن أقول بأن المركز الثاني أيضا لمخيمات النزوح، ولاحق أيضا كذلك بعدها كدرجة ثالثة. أيضا هناك حالة سوء تغذية وحالة احتياج دائم، ومن حين إلى آخر أيضا نلمس أو نشاهد بعض المناشدات من القائمين على الـ على الـ على الـ على, الـ على الإغاثات، على العمل الإغاثي داخل عدن، يناشدون بإنقاذ أبناء اتهام النازحين داخل عدن. كذلك هناك في حضرموت وكذلك في المهرة أيضا أعداد كثيرة. ومن هنا أيضا دعني أحيي أيضا أبين، حقيقة دعني بكل امتنان أيضا أشكر أبناء أبين الذين قدموا أروع نموذج لمنطقة جنوبية فتحت أبوابها وبيوتها وقدمت الخدمات مجانا لكل من نزح إليها أو لكثير من نزح إليها، وأكثر من يستفيد من السلع الغذائية هم الذين نزحوا إلى منطقة أبين على اعتبار يعني أواصر الدم المرتبطة بين هذه المناطق ومنطقة تهامة. نعم. طيب في سياق الحديث عن يعني ربما يكون هذا نموذج إيجابي لإغلاق هذا المحور في هذا السياق أمام كل هذه المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة، كان من المفترض أن تكون معنا الناشطة في المجال الإنساني السيدة منال قائد، لكن يبدو أن التواصل من مدينة الحديدة، لكن التواصل من هناك يبدو صعبا الآن. لو تعطينا أنت أستاذ وديعة صورة عن الوضع الإنساني بداخل المدينة، الاحتياجات الإغاثية العاجلة داخل مدينة الحديدة في المناطق التي تشهد توترات بين الحين والآخر أيضا. نعم، آخر ما وصلني من معلومات فجر اليوم أن هناك حملة ملاحقة للقائمين على الجمعيات الخيرية داخل مدينة الحديدة. تخيل بعد أن يتم تجريف مدينة الحديدة من العمل الخيري وملاحقة القائمين عليه بين معتقل ومشرد ونازح، اليوم كثير من الجمعيات تغلق ويتم إنشاء بعض الجمعيات التي تعمل كالمقاولة الباطنة يعني لميليشيا الحوثي. اليوم بالفعل العمل الخيري الذي كان يعتبر كموسم يعني خصوصا في رمضان كموسم عطاء لأبناء مدينة الحديدة وهي عاصمة مركز الفقر في اليمن، اليوم منعدمة تماما. مدينة الحديدة الوضع فيها مزري تماما، الاتصالات تنقطع، المياه غير منتظمة، الكهرباء أصبحت تباع بعشرة أضعاف ما كان يستفيد منها الناس، الخط الساخن الذي كان يفترض أن يغذي المرضى ذوي الأمراض المزمنة والعمليات وأقسام العمليات داخل المستشفيات الرئيسية الآن أصبح يستفيد منه يعني قيادة الحوثي. اليوم يعني المستشفيات الرئيسية وأسرتها أصبحت الأولوية للحوثيين والمتحوثين على حساب الفقراء. يعني تخيل حينما نتكلم عن 70% مثلا من الإغاثات التي تصل لمحافظة الحديدة مخزنة داخل مدينة الحديدة وأبناء الحديدة يعانون منها. يعني هناك أيضا يعني تمييز أو فرز سياسي لبعض الحارات، بعض الحارات تحرم وبعض العائلات تقصى من إيصال يعني المساعدة من إيصال المساعدات وهم على بعد أمتار من مخازن غذاء. أنا في أكثر من مرة كذلك طلبت جريفيث حين زار الحديدة ولوليس جارد الآن وهو متواجد أيضا، أتمنى بأن يزوروا الأحياء الشعبية حتى بزيارات عشوائية ليطلعوا على معاناة الناس خصوصا المناطق التي هي في مناطق يعني الاشتعال، الربصة وما حولها، شارع 50 وهذه المناطق التي هي جنب المطاحن كذلك، إضافة إلى أن كثير من المؤسسات الإنتاجية والصناعية أيضا التي توقفت اليوم لابد من تلمس أيضا العمال الذين تضرروا من توقفها. وهي كانت تعيل الكثير من طبعا أكيد من يعني هناك معاناة إنسانية عنوانها الإنسان في الحديدة لابد من الالتفات إليه وربطه كذلك بالمصالح السياسية والعسكرية التي يركز عليها الساسة المتخمين في فنادق الرياض وغيرها. الله المستعان. أشكرك أستاذ وديعة الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في حلقة اليوم.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.